يلا انا شوفي يعني شوفي من عندك وانا بشوف من بس لحظة يمكن في واحد امون عليه نسوي عليه دخول حلو يعني. اوكي يلا. في واحدة بس والله عندها مستوى يا ارحب البطلة. هلا والله لاتين، اهلا، شو اخبارك؟ هذه انت قاعد تتنمر على لبسي هذه يا بطلة، ايش رايك فيها؟ لا والله حلو، ما عجبك لبس سعيد؟ لا مو حلو للأمانة، يعني لا تزعل مني. اهلا مارادونا. ما قلت شيء، ما ادري، حسيت انه حلو. انتوا طلبتم رأيي. ما ادري، احسن ازعل، ما حد مهتم لك. صيح، آسفة، راحت مساعدة. يلا عوض. حسيت لا والله حلو، حلو سعيد، حلو. بس يمكن لاتين، يمكن لاتين عندها ستايل معين، فاهم؟ ستايلك جميل جدا، لا بأس به، جميل، فانتاستيك. اوكي انا اثق بذوق البطلة، شكرا البطلة على كلامك الجميل، شكرا على المنشن اللي سويتي لي، شكرا حتى يبلغ الشكر منتهى يا 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 اطيب يا اطيب نفس. الله يسعدك والله. لا تجلس تطالع فيني، لا تجلس تسوي لي كذا، انتم طلبتوني رايي، انا اعطيتكم الراي، مو عاجبكم لا تتقبلونه. اخبارك سعيد؟ خلنا نشوف رابع، الرابع اي يستقبل بعد ما اجرحت. دخلي القاحي مو بفاتح، مقفل. طيب تعال 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 جولة، انا ويا انا لحالي ضدكم الثنتين يا عادي، ما في مستوى. يلا ليه؟ خلينا نجيب ما في رابع، ما في رابع. يلا اقبلوا عشان جولة واحدة، يلا بنروح نصلي نطلب الله. مو اذن عندكم؟ يعني خلاص على وشك، ما عاد بقي شيء. توك تقول 50 دقيقة، الوقت يمضي كالسيف معك يا بطلة. الله أقول لك على حاجة يا بطلة. أيش أقول لك؟ يا ليت الناس كلهم والله زيك يا قلبي. الله يسعد يا إيش يا قلبي. قصة حب جديدة يا بساحة. يا ربي يا ربي يا ربي، ها يا صاحبي، بيأذن بيأذن. ارحب غيث، ارحب 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 الأمير. يعني صدق صدق والله يا كومنت، والله العظيم انا ما شفت يعني احد باخلاق وادب بطله، والله العظيم. تقصد اني قليله ادب؟ خلاص قولها. والله انا مسؤول على كلامي وانت مسؤوله على فهمك. عادي يلا تم تفكر. طيب يا اخوان بالله التكبيس، تكفون ابغى الجوله. جوله واحده يا جماعه. الدبل تكبيس. كومنت واحد، التحية يا كومنت، تحية يا كومنت. كومنت ما لك دور، ترى جولة واحدة. الدبل قاعد تربل تربل. ها يا مارادونا. تربل قايد. حيك يا خيرية. تربل تربل تربل. ارحب يا غايد. اسكار لا موت. تربل قايد. كومنت ترى تربل. لا تخلون غايد في الحالة، ترى بتحفلون. ارحب. ارحب ارحب ارحب. هاي مارادونا. حياك ثانك يو مارادونا. ارحب ارحب. البيت وافي. ارحب يا ارحب. ارحب وافي يا روح روحي وافي. وافي يا عدتك. دم الرعب دم الرعب. وافي يا روح روحي. ارحب صراحي بالمطر يا زعيم.
اصلي عليك ارحم. صوروا بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض يا بدون اسم. ليفلك 21. ثانك يو مارادونا. اقل واحد فيهم ليفل 40. ايش سويت فيهم يا شيخ؟ ايش سويت فيهم؟ يلعن ابوها سطوه في راسك يا الساطي. انت ساطي، انت قادح، انت لب روحك الزعيم. والله ما حي عينك وطاريك لب ابوك. وافي لا عدمتك، الله يجعلني دونك. القوه خرجت ام اللاش. الله يديمك ورب البيت، انه ما قصر بالانسان. الله يجعلك في الوجود يا روح روحي. الله يديمك ويكثر خيرك ويرحم والدينك ويجود عليك ويجعلك في الوجود. وقفي ومجمل. اي والله الساطي هو الزعيم، اقسم بالله انه الساطي ساطي، ما من احد مثله في هالبرنامج. لبى ابوك يا بدون اسم، لبى روحك يا حبيبي. انتبهوا يا جماعه من الجحفله. انا اشهد يا سليمان. شكرا. والله شكرا. انا اشهد. شكرا. والله ما ادري الشاعر وش يقول. يقول يلي علينا تبتشيخ بريالك. الزعيم مارادونا غير اخيه منكم من شرواك يا خيخه. الزعيم الزعيم ما شاخ قبلك وافي. ابوك وجدك وافي. وخالك وش لون علينا انت بتفرض الشيخه حال. حيكم لبى ابوكم يا عيال. التكبيس يا عيال، رب كعبه التكبيس ما شاء الله تبارك الله. اليوم الله لا يضركم، الله لا يضركم. اللهم صل عليك يا رسول الله. بيض الله وجهك ورب البيت وافين. الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم. ثانك يو. الله يديمك ويكثر خيرك ويرحم والدينك ويجود عليك ويجعل رزقك مدد ما هو عدد، ويسخر لك الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها. يعني الله أبو من يقول المرجلة ما هي بسموك يا شيخ. طز في شنب رجال ما يفتخر فيك. الله يديمك. مكبسين الله يديمكم. خيرية الله يجعلك في الوجود يا خيرية. أبو يزن محمد واحد اثنين واحد اثنين. سمر شكرا والله اللي شكرا. اللي تحت سمر ورشدان حيك احمد حيك العسيري حيك سعيد حيك عبلان. انا اشهد انك مطنوخ وساطي في هالبرنامج. يلا احكامكم يا ما قصرت مكبسين بشري ولتين. يلا احكامكم يلا تستاهلون. يلا. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم ما شاء الله. ابدي انت قولي احكامك لتين، خلنا نشوف وش بتحكم. انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا تضيع اشيائي مدري فين تفلح. يلا وش احكامك يا لتين؟ استغفر الله يا رب، ايش كنت بقول لك؟ نسيت. الحكم الاول يا سعيد معجون لمده دقيقتين بحسب لك. حلو. الثاني الحكم الثاني وجهك. الحكم الثاني قبضه 3 دقائق. حلو. الثالث الحكم الثالث. الحكم الثالث 25 بخه تحط رفم على لسانك. لا صيام، استغفر الله بدينا صيام. والله انا بديتهم كومنت بدوا عندهم ولا تم. شاهين شكرا شكرا الصناديق. بعدين في حكم امس انت ما نفذتي صح يا لتين؟ امس ما اعطتني ولا حكم. امس انت طلعت من نفسك من الجوله. اي قلت لك حصانه وقلت لك يلا باي. لا ما قلت لي حصانه. لا 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 تجيب عظام مخك، تذكرها زين. صدق والله؟ اي والله ما قلت لي حصانه. طيب. انت يلا طلعت. يلا يلا لاني والله اني مشكك، ماني متاكد ولا اني يعني ما اجزم يعني. لا والله. يلا طيب غير الحكم الثالث. تم ابشر على هالخشب. اي. الحكم الثالث، الحكم الثالث. شاطيك حكم. ايوه ايوه تذكرت تذكرت يا عم. شجره نمله. لا ما سوي الاحكام هذه انا. ابشر. بطلة يلا اعطينا ابتسامة جميلة يا بطلة. حيك لب روحك. يا
يلا احكامك يا بطله يا لتين. وي 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 شو اسمه بودره على شو اسمه وجهك. ما عندي بودره والله والله ما في. تمام بصل حطه تحت عيونك. يا اطيب روح عرفتها في السوشيال ميديا. احلى منشن لساره يوسف. يا عمري والله سعيد. انا بعتبر هذا حكمي على سعيد. القمر يفتح شوي اتوقع. عرفت بيفتح. تم. طيب احكامك يا لتيا. قلت لك الحكم الثالث. اوكي. ذا بصل تحت عيونك. والله بصل قلت لك من امس والله ما في قسما بالله ما في. يلا قبضة. طيب الحكم الاول قبضة، الثاني وش قلتي؟ معجون اسنان دقيقتين. الثالث اقطع السماعة. والله يا حرام حرام ب 120 ريال. خلاص بنفذ حكم المعجون الله المستعان. يلا دقائق بحسب. يلا لا تطلعين بطلها بنلعب انا وانت اليوم صباح انا وانت ان شاء الله ان الله. جونا بطل انا وانت والله يا بطله. من اسمك بطله طبيعي يعني. يلا المعجون نسوي تقريش قبل العيد. العيد ايوه لازم نسنفر ماسك. كيف انت تسبع طح على الشنب. والله لو صار ابيض يا لتين لا اوريك شغلك. دي تهددني. انت اكبر تهديد ممكن تحصلين عليه نقطع عنك حليب الشوكولاته وكندر. هذا اكبر تهديد لك. طيب يلا عدي احسب راح دقيقه ونص. راح دقيقة ونص. نفذ توك بادي بس. راح دقيقة ونص. توك بادي. راح دقيقة ونص. توك بادي. طيب ايش ال طيب هذه مشغولة مشغول 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 مشغولة. ها كم راح وقت؟ 34 باقي. هل تعلمين يا بطلة اليوم الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى سويت إعلان حلو، ولكن الشيء الجميل في الموضوع أني وقعت لمدة 5 سنوات الحمد لله مع العيادة هذه. ما شاء الله تبارك الله. كل سنة بمبلغ 250,000 ريال الحمد لله تبارك الله. اعطوني 50% مقدم يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني احب اعلن واصرح عن الشيء هذا. ان شاء الله باذن الله تشوفون المرسيدس قريب باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقك يا رب. الله يسمع منك وتستاهل. اي والله الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يلا يا سعيد البطله بتوفيق. الله يشوفك. مع السلامه. مع السلامه نتين زعيم.